أنا قلت بتصل لآخر مرة وبسأل إذا متأكدة من هذا الشيء. مثل مو شايفة، متابعينك اليوم عندك بكرة لا. أهم شيء إنه جوزك ما يتركك. افتحي الباب وفوتي لعنده، بدك تركعي له وتترجيه، وبالنهاية قرار حياتك بإيدك حبيبتي. ليكي إيلا، بعرف إنه هذا الشيء مو سهل علينا بنوم، بس أقسم بالله ما عم فكر بحالي، عم فكر فيكي. بس لازم أتأكد إذا أنت متأكدة ولا لا. برأيك ممكن كون متأكدة من شيء بعد اللي صار معي؟ معك حق، مستحيل، وأنا مو متأكد. إيلا، إذا بدك منقدر نأجل القصة لبعدين. اسمع، أنا ما رح أجل شيء أبدا، وما بيهمني إذا كنت متأكدة ولا لا. أنا دمرت أمي وأبي بالمحكمة وضليت ماشي، ما قلت كل هديك الكذبات على الفاضي، خليتهم يشيلوا لك الكلبشة من رجليك بس لحتى أنت توفي بوعدك. تمام، بعد ساعة بشوفك. بعد ساعة بتشوفها؟ هديك التافهة الحقيرة؟ شو كنتوا عم تحكوا على التليفون بشكل سري؟ هيك قبل قالت لك تجي على المشفى وانت رح تركض لعندها، مثل ما رح تروح لعندها بعد ساعة. أقولك على جستي بتطلع. طولي بالك يا مرتي. برأيي روحي مثلي على أبوكي، أنا ما بصدقك. قال على جستي، قال خير خير إن شاء الله، لتكون أميرة أبوها بدها تذبح حالها. لا تبكي حبيبة قلبي، بتبكيني معك. لو ما كنت بعرفك كنت تأثرت. ما بيهمك أبدا، مو هيك؟ حتى لو قتلت حالي هون، أنت رايح رايح، ضميرك ما رح يعذبك. ما أنت عم تحكي؟ عديمة الضمير يلي ضربت البنت واتهمت زوجها؟ وصلنا للنهاية. الفولورز يلي بيحبوني ويلي ما بيحبوني، يلي بيكرهوني، بعد كم دقيقة من هلا كلكن ولايكاتكن وكومنتاتكن وانتقاداتكن والانفولو يلي عملتوه، كلكن رح تصيروا بلا معنى بالنسبة لي. من اليوم في معنى حقيقي لشغلتين بس، الجريمة والعقاب. أنا مجرمة بس أنتم معاقبين. يلي ما منع يلي صار، ويلي ما رح يمنع يلي رح يصير معي من عذاب ويساعدني لأنجح رح يتعاقب. كل مين ما قدر يوقفن عند حدن رح يتعاقب. شو كنت عم قول؟ الجريمة والعقاب.
واحد منهم دائما بيجي ورا التاني. يمكن يكونوا الجريمة والعقاب اخوات. واحتمال يكونوا الجريمة والعقاب زوج وزوجة. إذا كنت أنا المجرمة فزوجي العقاب. زوجي بيستاهل أكبر عقاب بالدنيا. بالوقت يلي هلأ قدامكن كلكن عم بخسر حياتي، مين بيعرف زوجي بأي جهنم حمرة يلي تحرقن إن شاء الله عم يلتقي بالسر مع يلي جسمه مكسر صاحبته وعشيقته طبعاً. ليكي، إذا حاسة حالك مزعوجة أنا بحب هالبيت كتير، بس مو لأنه أزاز، لأنه في ريحتك ولأنه جمعنا سوا. جمعنا نحن الاثنين وجمع حبنا اللي عايش جواتنا. بتعرف انك نرجسي كتير، ما هيك؟ انا نرجسي بيحب حبيبته اكتر من حاله. معناها انت انا وانا انت. انت احلى بنت بالدنيا، كل الدنيا تحت رجليك. ما بدي انت ما تحبني. قولك أنا بحبك لدرجة مستعد أعطيكي روحي وما تنأذى شعرة واحدة من راسك. إذا عن جد كان الإنسان بيحب المفروض إنه يكون رومانسي ويكون بيعرف التضحية وما في يتخلى عن شعوره بالحب شو ما كانت الزوج. هي مو لحظة، هذا حب. هي مو لحظة، هذا حب. كذاب. ما سمعتك. كان معك حق. هي ما أنا فكرة منيحة. إلا 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 لا تعملي هيك، لا تعملي هيك، بترجاكي.
مرحبا لكل يلي بيحبوني ويلي ما بيحبوني كمان. حلو 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 حلو، يا سلام على السفرة حبيبتي آسو. بتشوفيها بتفكرين عم نحتفل، بس بشو عم نحتفل ما بعرف. قلتك مثلا بمحاولة انتحار كنتنا ولا بجلسة المحاكمة تبع بكرة؟ بابا خلص مو حلوة، وطي صوتك، خلينا نعتبر عشاء لرفع المعنويات. شو فيها؟ ايه طبعا طبعا، ولو معنويات. امك كانت بدها تعزم ولاد عمي بس انا منعتها، حتى قلت لها اذا بتحبي اعزمي صهرك العزيز، خليه يترك شغله ويجي يوقف جنب ابن حماه ويرفع معنوياته. اسو مشان الله، هلا وضع بيتنا بيسمح نستقبل ضيوف وقرايب؟ فظيعه. لا ومعزبي حالة كمان، ومطلعه طقم الفضه الضيف فيه، وكل شيء معمول اصلا كرمال اميرنا لانه هي اكلاته المفضله. على اساس بعطين الافندي على العسكريه مو على جلسه محكمه. بابا خلص هدي شوي، مو حلوه. من وقت ما طلعت من المشفى إلكر صار حدا تاني، طلع فعلا بيخاف إنه يخسرني. يعني لو عرفانه هيك، لا تعصبي مني، بس كنت عملت هالقصة من زمان. حبيبة قلبي،
بكره رح يكون يوم صعب كتير إلا، بس بالنهاية رح تكوني عملتي يلي لازم تعمليه. اعملي هالشي كرمال حالك بس، لا تفكري بأي شي تاني بالدنيا ولا بأي حدا غير حالك. مو انت يلي بتحاكميه بقلب المحكمة، اصحك تنسي هالنقطة. انتي يلي لازم تخافي من الشي يلي تذكرتي. لا تخافي، هالشي ما رح يغير لك حياتك. انتي يلي رح تغيري حياتك بس تحكي وما تخافي. وانتي جاهزة؟ مو بس حياتي اللي رح تتغير، وحياتكم رح تتغير. بعدي ما في شي رح يضل مثل ما كان يا أمي يلي عم نعيشه ولا شي. صدقيني بعد ما روح رح يهاجموكم لإلكم، ولا تتخيلي إنه هجوم عادي، رح يدفنوكم تحت الأرض. رح يقولوا انتو عيلة الهربان، ورح ينبذوكم، وطبعا الشغل رح يتأثر. أنا رح دمركن على كل الأصعدة، ومو بس الناس اللي رح يدمروكي، أبي أول واحد رح يدمرك إذا ما وقف قلبه وقت يعرف إني هربت. فأكيد رح يعاقبك إلك بدالي. أنت عن جد مستعدة لكل هذا أمي؟ مستعدة إنك تقولي أنا ما جبت ابن، أنا جبت نهاية حياتي؟ أنا مستحيل لومك، انت روحي.